بالنسبة لما يتعلق بمسائل التمثيل، ينبغي أن نتكلم على أولا من جهة أصل التمثيل، ثم بعد ذلك نتكلم على ما يتعلق بالتمثيل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمثيل فيما أرى أنه على نوعين: تمثيل فعلة معينة، أن يحاكي الإنسان فعل أحد بعينه، كأن يقول مثلا إن عمر بن الخطاب فعل كذا، أو أن مثلا علي بن أبي طالب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في صلاته هكذا أو نحو ذلك، فهذه فعلة معينة فإنه يسوغ للإنسان أن يفعلها على سبيل الاعتراض والتعليم. وأما الصورة الثانية وهي ما يتعلق بالتمثيل الذي يكون على استمرار حكاية حال تامة، أو يوم أو أيام أو نحو ذلك، أو عمر مديد ونحو هذا، فهذا فيما أرى أنه لا يجوز لمفضول أن يمثل فاضلا، وهذه قاعدة. ولهذا كلما كان الإنسان فاضلا لا يمثله إلا من كان مثله، والفاضل يمثل من كان دونه مفضولا، وكلما على الشيء قدرا ليس له مثيل. ولهذا الله عز وجل قد جعل ليس له مثيل قدرا سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به أحد، وذلك لجلالة قدره ومنزلته. وأما بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نعلم أن الصحابة عليهم رضوان الله مقدرون، وهم أصحاب جلالة وقدر، كذلك أيضا فإنهم نقلة وحي، وهم أقرب إلى الاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. ولهذا سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أمان الأمة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسنتهم، يعني الخلفاء الراشدين، كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أن إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، ولا يمكن لأحد أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ سنة أولئك إلا في حال عدم وجود سنة بينة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نعلم إن الله عز وجل أو أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمرنا بالاقتداء بسنتهم، وذلك لفضلهم وجلالة قدرهم، وأنهم أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحكي غير واحد من العلماء الاتفاق على أن الخلفاء الراشدين الأربعة إذا أجمعوا على شيء فإن ذلك لا يخرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون إلا حقا. لهذا نعلم أنه كلما على قدر الصحابي ليس لأحد أن يتمثل بما دونه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يوجد سيرة أحد بكاملها، وهذا سبب من أيضا الأسباب. تقدم عن السبب الأول أن الإنسان ليس له أن يمثل من هو أعلى منه إجلالا له وتعظيما وتعظيما لقدره. الأمر الثاني أنه لا يسوغ لأحد أعلى دون أن يكذب على أحد أعلى، والتمثيل لا بد أن يتخلى له شيء من الكذب. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يوجد سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والمنقول عنه أكثر من غيره من الصحابة، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان أن يوجد هدي النبي عليه الصلاة والسلام من صباحه إلى ليله بقيام وقعود وحركة وسكون وقيام وذهاب ومجيء ودخول وخروج، وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام في قبضه لبابه وخروجه أيضا وإجفائه للباب وغير ذلك من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. فيوجد لديهم حوادث من اليوم ثم يخللونها بشيء من القدر الزائد، وهذا نوع من الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك افتراء على المفضلين من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا نقول هذا يشترك فيه شيء من الكذب مما لا يجوز. وأما بالنسبة للفاضل أن يمثل فاضلا مثله يشترك معه في القدر، أو الفاضل أن يمثل المفضول في من دونه، فهذا من الأمور السائغة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل على صورة الرجل في صورة الرجل شديد سواد الثياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد كما قال أبو هريرة. وجاء أيضا من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وكذلك جاء جبريل عليه رضوان الله تعالى أيضا عليه السلام بصورة دحية الكلب عليه رضوان الله، مما يدل على أن الفاضل يمثل فاضلا مثله إذا لم يخرج ذلك عن شيء عن الحق. وكذلك أيضا بالنسبة للمفضول يمثل من هو مفضول مثله، ولهذا كذلك أيضا في الفاضل مع الفاضل. أما بالنسبة للمفضول ليس له أن يمثل فاضلا على سبيل الإطلاق، لأن في ذلك نوع من الازدراء والتنقص ونحو ذلك. ولهذا نقول إن الصحابة عليهم رضوان الله وعلى سبيل الخصوص العظماء منهم، وذلك من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين قدمهم الله عز وجل، وعلى الأخص العشر المبشرين بالجنة، وعلى الأخص أيضا
الخلفاء الراشدون الأربعة عليهم رضوان الله أنه لا يجوز لأحد أن يمثلهم على الإطلاق تعظيما أو توقيرا لهم، وكذلك دفعا للزائد بحكايات أقوال وأفعال ونحو ذلك. ولهذا نقول إن تمثيلهم حرام لا يجوز، ولا يسوغ لأحد أن يزيد شيئا من الأقوال والأفعال في ذواتهم أو في أقوالهم أو في حركاتهم أو في سكناتهم، لأنهم شركاء في نقل الوحي بل هم أقرب الناس إليه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمران بن حصين عند في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل خص النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر وعمر بالحث على الاقتداء بهما، كما جاء عند أحمد والترمذي من حديث ربيعة عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، مما يدل على مزيتهما والاقتداء بهما في سائر أفعالهما، وذلك لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم الناس بالغائب عن الأمة فيما بعد ذلك من أحواله عليه الصلاة والسلام وترجيحاته، لسبرهم لأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم أيضا أن مما يكتنف التمثيل، وهذا من المسائل التي ينبغي أن يشار إليها، أن كثيرا ممن يخوض في مسائل التمثيل وتمثيل الفضلاء أو القيادات ونحو ذلك في الأمة، يكتنفهم شيء من المخالفات الشرعية، وذلك من أظهر ما يتعلق مثلا بوجود النساء، وكذلك أيضا ببعض السفور أو نحو ذلك. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها. وينبغي أيضا أن نعلم أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هو من أشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره، ولهذا كان يحث النبي عليه الصلاة والسلام على حجب النساء، كما جاء عند البخاري وغيره من حديث عروة عن عائشة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أحجب النساء. وهذا حث منه، بل إن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان عليه رضوان الله شديدا حتى في مسائل في قضايا الاختلاط ونحو ذلك، كما جاء عند عبد الرزاق وغيره من حديث أبي سلامة أن عمر بن الخطاب جاء إلى حياض عليه الرجال والنساء، فضرب الرجال بالدرة وأمر صاحب الحياض أن يجعل حياضا للنساء وحياضا وحياضا للرجال. هذه صور لا يمكن أن يمثل فيها عمر بن الخطاب، لماذا؟ لأنها تخالف التوجه وكذلك الثقافة والحضارة، وإقحام النساء سافرات أو على نوع من التجمل أو غير ذلك الزائد سواء كان عند الأجانب أو غيره، هذا فيه قدر من الزيادة ونوع من الافتراء الذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه. كذلك أيضا جانب ثاني في هذا أن الذين يمثلون الفاضلين هؤلاء كثيرا ما يمثلون صورا بعيدة عن الحق، وذلك من صور المجون أو الرقص أو غير ذلك، فينبغي للإنسان أن ينزه أهل الفضل فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من رآني في المنام فقد رآني لا يتمثل الشيطان بي، فهذا دليل على أن من كان من أهل السوء ونحو ذلك من سواء من شياطين الجن وغيرهم أن لا يتمثل بأهل الفضل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به شياطين الإنس ولا يتمثل به كذلك شياطين الإنس ولا شياطين الجن ولا كذلك أيضا شياطين الإنس. وينبغي لنا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما كرم الصحابة وفضلهم على غيرهم كملهم وفضلهم على غيرهم ممن جاء بعدهم بجملة من الفضائل، ليس لأحد أن يبتذلها بشيء من صور التمثيل. ثم أيضا نقطة ثالثة أيضا ينبغي أن يتنبه لها في هذا، أن الذين يخوضون في مسائل التمثيل خاصة في الصدر الأول في يمثلون بعض الفضلاء من قادة الجهاد ونحو ذلك أو كذلك أيضا من الخلفاء الراشدين، يظهرون المعاني العامة التي تشترك فيها شريعة الإسلام مع غيرها من مبادئ العدل أو مبادئ الإنصاف وكذلك أيضا في مبادئ الأمانة ونحو ذلك، ويبتعدون عن جانب مهم وهو يتعلق بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نصرهم الله عز وجل بذلك. العدل موجود في كثير من الأمم، ولو فرط فيه واحد منهم لفرط به عن علم وتقصير ويخالفه الناس بذلك، فكل يعرف الصدق والأمانة وإقامة العدل، لكن يغيبون جانبا كثيرا، وهذا ما كادوا أجزم أنه يغيب في سيرة عمر بن الخطاب في إقامة الحدود في عمر بن الخطاب، غيرة عمر بن الخطاب على النساء ونحو ذلك، ما جاء في عمر بن الخطاب حينما دخل على 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 رجال أو جاء إلى رجال وهم على حياض بين الرجال والنساء، فقال وأمر صاحب الحياض أن يفرق بين الرجال والنساء، وكذلك أيضا في أمر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بالمعروف وسيره في الأسواق، كما جاء عند ابن عساكر وكذلك الطبري وغيره أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كان يسير في الأسواق ويأمر الناس بتقوى الله، بل كان يخرج أيضا إلى الطرق ويقيم الناس لصلاة الفجر في بيوتهم، بل كان أيضا يأمر النساء بالحجاب ويقيم الحدود، أقام حد السرقة وحد الردة وحد الزنا سواء كان محصن أو غير محصن، بل جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال: إني خشيت أن يطول بالناس زمان فيقولون لنا
نجد الرجم في كتاب الله فيضلون بعد أن هداهم الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله إذا كانت البينة أو كان الاعتراف أو الحبل، يعني بذلك الحمل. فهذا جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وهو في الصحيحين في إثبات أمثال هذه الحدود، كذلك العلاقة مع المخالفين كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله عند البيهقي وغيره من حديث عياش الأشعري أن أبا موسى عليه رضوان الله تعالى جاء إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ومعه كاتب نصراني، فقال له عمر بن الخطاب: لا تأتمنوهم وقد خونهم الله، ولا تدنوهم وقد أبعدهم الله. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتخذ بطانة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم. مثل هذه الصور لا يمكن أن يظهروها، لماذا؟ لأنها تخالف التوجه العام ونحو ذلك مما من إذابة دين الإسلام، عقيدة الولاء والبراء، ما يتعلق أيضا بقضايا الحجاب، قضايا الحدود، إقامة الحدود، حد الردة، حد أيضا ما يتعلق بحد السرقة، ما يتعلق أيضا بحد الزنا وشرب الخمر وغير ذلك مما يقيمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعد. أمثال هذه الأمور قلما يشار إليها، وإنما يشيرون إلى قضايا مبادئ العدل والإنصاف والسياسة، وكذلك أيضا الشدة على المخالفين وعلى الظلمة ونحو ذلك. هذه مبادئ صحيحة وقيمة، لكن ينبغي أن نعلم أن هذه إنما جاءت بعد إقرار حدود الله عز وجل وتثبيتها، وأقاموا العدل لما أقامه الله عز وجل وأمرهم بذلك.